مجدي عبد الله السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ يقوم بتكريم الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ. قيادة عن حضور المهندس أسامة عبد الواحد محافظ كفر الشيخ. زرها لنا لو سمحت، ازر الشهادة. تكريم آخر من الزميل سعيد بدر في الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ تكريما للروح الفقيد للمخرج إسماعيل عبد الحافظ. أعتقد أن محمد إسماعيل عبد الحافظ يقف وهو فخور بما تركه والده له من تاريخ. خلاص